السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الأعزاء، درسنا لهذا اليوم بعنوان كيف يمكن لبعض الأصوات أن تؤذي سمعي؟ أهداف الدرس: يتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن يستنتج أثر الأصوات الصاخبة في إتلاف الأذن، ثانياً أن يذكر طرق حماية الأذن من الأذى. فلنبدأ بما تعلمناه في الدرس السابق، درسنا عن أجزاء الأذن، هيا نتذكرها معاً. أولاً الأذن الخارجية، وتتكون من صيوان الأذن والقناة السمعية. ثانياً الأذن الوسطى، وتتكون من طبلة الأذن والعظيمات الثلاث وهي المطرقة والسندان وعظمة الركاب. ثم الأذن الداخلية، وتتكون من القوقعة والعصب السمعي. ولنستفتح الدرس بهذا النشاط: أي جسم يصدر أعلى صوت؟ سنستمع عزيزي الطالب إلى مجموعة من الأصوات. الصوت الأول طائر الكوكاتو. الصوت الثاني لألعاب نارية. الصوت الثالث لقطار سريع. الصوت الرابع لساعة حائط. الصوت الخامس طائرة. والصوت الأخير لمركبة كثبان. والآن عزيزي الطالب، سنناقش أي جسم من هذه الأجسام يصدر أعلى صوت، ثم نرتب الأجسام من الأعلى صوتاً إلى الأخفى صوتاً. والآن هيا عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 149 لنرتب الأجسام السابقة من الأعلى صوتاً إلى الأخفى صوتاً. يا ترى، ما الأصوات السابقة كان أعلى صوت؟ بارك الله فيك، نعم إنه صوت الطائرة. ما الصوت الذي يليه في العلو؟ أحسنت، إنه صوت القطار السريع. ما الصوت الذي يليه؟ رائع، إنه صوت مركبة كثبان رملية. ما الصوت الذي يليه؟ أحسنت، صوت الألعاب النارية. وما الصوت الذي يلي الألعاب النارية؟ بارك الله فيك، صوت طائر الكوكاتو. والصوت الذي يليه والذي يعتبر أخفت صوت؟ أحسنت، إنه صوت ساعة الحائط. والآن عزيزي الطالب، نتابع الإجابة عن أسئلة النشاط. ما الأصوات التي تسبب أذى لآذاننا من تلك الأصوات السابقة؟ فكر. أحسنت، ستكون الأصوات الأكثر علواً وهي قطار سريع وصوت الطائرة وصوت الألعاب النارية. السؤال التالي: أذكر مثالاً لأصوات التحذير التي تصدر لتنبيه الأشخاص إلى حالات الطوارئ أو الخطر. فكر عزيزي الطالب. أحسنت، تماماً مثل صوت إنذار الحريق. أما الآن عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 150 وانظر إلى النشاط رقم 1، أين نسمع أصواتاً صاخبة جداً؟ سنستمع الآن عزيزي الطالب إلى صوت أجسام مختلفة. الصوت الأول صوت طائرة. الصوت الثاني صوت مركبة فضائية. الصوت الثالث صوت سيارة إسعاف. والصوت الرابع صوت آلة حفر. والصوت الخامس صوت قرد. والصوت السادس صوت حوت. والصوت السابع صوت جيتار.
والصوت الذي يليه صوت سماعة الصباح. أما الصوت الذي يليه صوت الألعاب النارية. والآن سنقوم بتسجيل البيانات في الكتاب. نسمي الأجسام ونشير إلى تلك التي ستؤذي آذاننا. استمعنا إلى الأصوات التالية: صوت طائرة، مركبة فضائية، سيارة إسعاف، وآلة حفر، وصوت قرد، وصوت حوت، بالإضافة إلى جيتار مكبر الصوت، وسيارات سباق، وصوت ألعاب نارية. الآن عزيزي الطالب، أي منها ستؤذي آذاننا؟ أحسن، سنختار الأصوات الصاخبة، وهي صوت الطائرة، والمركبة الفضائية، وسيارة الإسعاف، وآلة الحفر، وصوت جيتار مكبر الصوت، وسيارات سباق، وصوت الألعاب النارية. والآن عزيزي الطالب، فكر معي، ما الذي قد يحدث إذا بقيت بالقرب من أصوات صاخبة جداً كسماع إقلاع طائرات ليوم واحد؟ ما الذي قد يحدث؟ بارك الله فيك، لا يعود سمعي جيداً، وقد أشعر بصوت طنين في أذني. السؤال التالي، ما الذي قد يحدث إذا عملت بأشياء تصدر أصواتاً صاخبة كالعمل بآلة الحفر لسنوات؟ أحسنت، سيكون سمعك ضعيفاً جداً أو ستصبح أصم. سؤال للأذكياء، فكر معي عزيزي الطالب، يقوم زميل لك بسماع الموسيقى الصاخبة، كيف تثبت لزميلك خطورة ذلك؟ إجابة رائعة، سأخبره أن الاستماع إلى تلك الأصوات يؤدي إلى ضعف مفاجئ في السمع. والآن عزيزي الطالب، نلخص معاً ماذا تعلمت. الأصوات الصاخبة والأذن، ما الذي يحدث إذا استمعت إلى أصوات صاخبة؟ أحسنت، تتسبب الأصوات الصاخبة في انفجار طبلة الأذن أو إبطاء عمل العضيمات الثلاث الصغيرة أو توقفها عن الحركة، كما تجعل شدة الاهتزازات غير كافية للانتقال أو لا تنتقل على الإطلاق. والآن عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 186 لتتحقق مما تعلمت. أصف الأذى الذي يمكن أن يسببه الصوت الصاخب لآذاننا. فكر قليلاً. أحسنت، يسبب انفجار طبلة الأذن، ويسبب إبطاء عمل العضيمات الثلاث الصغيرة أو توقفها عن الحركة، كما قد يسبب فقدان السمع. والآن عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 151 وانظر إلى النشاط رقم 2. هل يمكننا حماية آذاننا من الأصوات الصاخبة؟ استمع الآن عزيزي الطالب إلى هذا الحوار الذي دار بين جاسم وعمر. يتساءل جاسم، ما الآلة التي تستخدمها يا عمر وتصدر صوتاً عالياً؟ أجابه عمر، إنها آلة الحفر. فيسأله جاسم، لماذا تعتبر آلة الحفر مشكلة تؤثر على السمع يا عمر؟ يجيب عمر، لأنها تصدر صوتاً صاخباً جداً يؤدي إلى فقدان السمع، وهذا ما حدث لسمعي حيث قل تدريجياً حتى فقدت الإحساس بالسمع. ثم تساءل عمر، ولكن لماذا لم تؤثر آلة الحفر على سمعك يا جاسم؟ فأجابه جاسم، بسبب ارتداء واقي الأذن دائماً، وذلك لحماية أذني. أجب عن الأسئلة التالية، ما الجسم الذي استخدمه عمر في العمل وكان يصدر صوتاً عالياً؟ أحسنت، إنها آلة الحفر. لماذا يشكل استخدام آلة الحفر مشكلة؟ بارك الله فيك، لأنها تصدر صوتاً صاخباً جداً يؤدي إلى فقدان السمع تماماً. لماذا فقد عمر سمعه ولم يفقده جاسم؟
بارك الله فيك، لأن عمر لم يرتدي واقي الأذن وتضررت الأجزاء الحساسة من أذنه. سؤال للتفكير، لماذا من الضروري وضع واقيات للأذن عند دخول مصانع تحدث الآلات فيها أصواتا عالية؟ هيا فكر. أحسنت، لحماية الأذن من أضرار الأصوات العالية مثل فقدان السمع. أما الآن عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 153 وانظر إلى النشاط رقم 3، من الذي يحتاج إلى ارتداء واقي الأذن؟ تأمل عزيزي الطالب الصور التالية والتي توضح سبب ارتداء واقي الأذن. أما الآن عزيزي الطالب، أشرح ما يحدث في كل صورة لماذا يتم ارتداء واقي الأذن. الصورة الأولى، لماذا يرتدي هذا الرجل واقي الأذن؟ أحسنت، يقي الرجل أذنيه من صوت محرك الطائرة لأن الصوت صاخب. ماذا عن هذا الطفل؟ لماذا يرتدي واقي الأذن؟ أحسنت، يقي الطفل أذنيه من صوت قرع الطبل لأنه صاخب. ماذا عن هذا الرجل؟ إنه نجار، ولكن لماذا يرتدي واقي الأذن؟ أحسنت، حتى يقي أذنيه من صوت آلة نشر الأخشاب الصاخب. ماذا عن هذا العامل؟ لماذا يرتدي واقي الأذن؟ بارك الله فيك، يقي العامل أذنيه من الصوت الصاخب عند ثقب المادة الصلبة. والآن نلخص ماذا تعلمت من هذا النشاط. تعلمنا أنه يجب ارتداء واقي الأذن في أي مكان فيه أصوات صاخبة، وذلك لحماية آذاننا وسمعنا. أتحقق مما تعلمت؟ قم عزيزي الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 156 وأجب عن السؤال الثالث، أشرح لما يجب على الشخص الذي يعمل على مدرج مطار ارتداء واقي أذن. فكر. أحسنت، لحماية آذانهم ومنع الصمم. الآن هيا معي عزيزي الطالب نلخص ماذا تعلمنا في درسنا اليوم. تعلمنا أشياء كثيرة، أولاً تعلمنا أن الأذن عضو حساس يمكن للأصوات الصاخبة على مدى فترة طويلة أو للأصوات الصاخبة جداً في وقت قصير أن تلحق الأذى بالسمع في الأذنين. وتعلمنا أيضاً أن الأصوات الصاخبة تؤدي إلى انفجار طبلة الأذن أو إيقاف اهتزاز العظيمات الثلاث الصغيرة، وهذا يسبب الصمم. وتعلمنا أنه يجب علينا ارتداء واقي الأذن في أي مكان فيه أصوات صاخبة، وذلك لحماية آذاننا وسمعنا. والآن عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 155 لتتحقق مما تعلمت. السؤال رقم 1، اختار الإجابة الصحيحة. بعض الأصوات عالية وبعضها خافتة، أي إجابة تظهر الترتيب الصحيح من مصدر الصوت الأكثر خفوتاً إلى مصدر الصوت الأعلى؟ تأمل عزيزي الطالب الصور، أي الترتيبات التالية هي خيار الصحيح؟ فكر. أحسنت، الخيار الثاني. السؤال التالي، اختار الإجابة الصحيحة. ما الصوت الذي يسبب الصمم لك إذا كنت بالقرب منه لفترات طويلة؟ أحسنت، صوت الآلات في المصنع. السؤال يقول، في موقع بناء يتم استخدام آلات الحفر وآلات أخرى طوال اليوم، لا يرتدي العمال في الموقع واقي الأذن، يعاني عدد قليل من هؤلاء العمال من مشاكل في سماع الأصوات، أشرح السبب، ما السبب يا ترى؟ أحسنت، بسبب التعرض للأصوات الصاخبة المستمرة وآذانهم غير محمية. إذن ما النصيحة التي تقدمها للعمال في السؤال 5؟ أشرح السبب. بارك الله فيك، يجب عليهم ارتداء واقي أذن لحماية آذانهم وسمعهم، وذلك لمنع تعريض الأجزاء الحساسة من الأذن لأذى أكبر.
وفي النهاية شكرا عزيزي الطالب على المتابعة، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى.